شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم مع تواصل أشواط الرموز في مساء الرموز، حيث انطلق في هذه الأثناء أول أشواطنا الخاصة بالقعدان، شوط مفتوح وشوط الخنجر الفضي، انطلقت وحضرت فيه الأسماء متمنين التوفيق لكل المشاركين، حيث تنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق شوط الخنجر الفضي بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد. تنطلق هذه الأسماء في أقوى أشواط القعدان في هذا المهرجان للقايا لأبناء القبائل. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول ويسيطر على الكادر الفوقاني في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة، مرموق عبد الرحمن بن صالح بوشريدة يدفع بمرموق على صدارة الشوط، بينما الدور دور المركز الثاني. المركز الثاني ومن يتقدم؟ نجد يتقدم، محمد بن راشد بن مسعود على المركز الثاني. دور المركز الثالث، حالول يتقدم لسعيد بن صالح العيدة، حل في المركز الثالث في هذه الأثناء. ننتقل إلى المركز الرابع ومن يتقدم؟ حجاج على المركز الرابع لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. دور المركز الخامس ومن يتقدم على المركز الخامس في ليلة الرموز، في ليلة الرموز الفضية؟ من يتسلل بدوره إلى المركز الخامس؟ الأسد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، حاضر بمشترياته العملاقة بصفقاته التاريخية في هذا المهرجان. بناصر مع الأسد حاضر ومتواجد. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في أول نداءاتنا وفي أول نداء عودتنا إلى شعار بوشريدة على المركز الأول مع الخنجر الفضي مرموق. أقوى أشواط القعدان يرقص بالخنجر على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان، مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. غالية رموز هذا المهرجان، غالية 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 من غلات راعي المهرجان. الكل يطمح ويتمنى اختطاف رمز يحمل اسم حضرة صاحب السمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. مرموق على المركز الأول على صدارة الشوط، بوشريدة شرد بالخنجر في مساء هذا اليوم. هل يفعلها بوشريدة؟ هذا ما يتمناه صالح بن حمد بوشريدة، أحد الخبراء في هذا المجال، أحد كبار المضمرين، أحد المحاربين القدامى، يخوض في هذا المساء معركة الشوط الرئيسي بعد أن شهدنا نوافة في شوطنا الماضي قدمت عرض تشكر عليه. الآن مع المرموق في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الحساس. المركز الثاني بن مسعود قادم مع المركز الثاني، يقدم لنا نجد مع المركز الثاني. محمد بن راشد بن جابر بن مسعود مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يصل حجاج خليفة بن حمد بن خليفة العطية، قادم بشعار الجريان ممثلا لهل الجريان في هذا الشوط الحساس، في هذه الأشواط الحساسة والمتكهربة الملتهبة في مساء هذا اليوم. المركز الرابع
هنا حالول سعيد بن صالح بن سعيد العيدة يقدم ويدفع بحالول من قدم غزلان في مساء البارحة وقدم أيضا زاهي من خطف رموز الحقايق الأشواط المفتوحة يطمح في هذا المساء أن يضع له بصمة أخرى. المركز الخامس التقدم من يتقدم ويختطف المركز الرابع الأسد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس الأخوية قادم مع حمد بن صالح بن حمد القمرة. عودتنا إلى مرموق بوشريدة، مرموق بوشريدة انطلق مرموق، انطلق مرموق مع المركز الأول قام راس وحتى الكيلو ونصف الكيلو. الله هل الريان، هل الريان إن فاز مرموق فالسلام سينتقل إلى الريان على الهواء مباشرة بينما الخطورة بانت واتضحت يا بوشريدة، بانت واتضحت. أول القادمين شعار بن مسعود، أول القادمين نجد يتقدم محمد بن راشد بن مسعود بينما الخطورة من الهديفي أيضا على المركز الثالث. الله الأسد، الأسد، الأسد قادم مع المركز الثالث مع شعار بن ناصر بينما المركز الرابع الأخوية مع شعار القمرة. المركز الخامس هناك شعار اللورد أراه بالعين المجردة عبد الله بن سعيد العيدة كيلو ومئتين متر عن الرمز يا بوشريدة، عن الخنجر يا بوشريدة. الله كل ما أسرع يزيد الأكسجين مرموق، كل ما أسرع يزيد الأكسجين، احتياطه ما نقص بالعكس زاد، ما يهمه لو تجره من اثنين لن في دمه خليط من الجياد. الكيلو متر الأخير واحتياطه ما نقص بالعكس زاد. هذا هو مرموق قام راس ويرقص بالخنجر الفضي في الشوط المفتوح. مرموق خطف الخنجر الفضي، خطف الخنجر الفضي في وقت مبكر 700 متر يا بوشريدة، 700 متر تفصلنا عن الخنجر، عن هذا الشرف العظيم، عن هذا الناموس الكبير. بينما الهديفي ممثل ابناء المعاذر وايضا القمرة وشعار الجريون قادمين المضمرين، قادمين الاسد، 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 الاسد قادم. وايضا هنا معير، 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 تحرك معير، مرموق على الصدارة، معير قادم. يا سلام يا الخنجر، معركة الخنجر المفتوح، معير ومرموق، معير ومرموق، مرموق بوشريدة، مرموق بوشريدة مع الخنجر، مع الخنجر. هل الريان ولا هل الجريان، هل الريان ولا هل الجريان، الخنجر المفتوح يا مضمرين، يا مضمرين. بوشريدة، بوشريدة، الخنجر مع مرموق إلى الريان، إلى الريان، الخنجر الفضي. سلام يا مرموق، سلام، سلام يا الريان، سلام. تهانينا والناموس لمالك مرموق عبد الرحمن بن صالح بوشريدة، التهاني لصالح بن حمد بوشريدة. المركز الثاني معير خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث الأسد لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الرابع، المركز الرابع نجد لمحمد بن راشد بن جابر بن مسعود. المركز الخامس، المركز الخامس وصل حالول لسعيد بن صالح بن سعيد العيدة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. مرموق قام راس وأنهى الشوط راس، خطف الخنجر الفضي في هذا الشوط المفتوح ليصنف في هذا المساء كأفضل وأقوى القعدان في شوطنا المفتوح وفي هذا المهرجان. تهانينا والناموس لمالك مرموق على هذا الفوز المستحق، وسلام يا الريان سلام، وسعد الله مساكم بكل خير يا هل الريان، وأينما يسكن ويقطن صالح بن حمد بوشريدة داعمي هذا الشعار. هذه لحظات وصول مرموق إلى خط النهاية قاطعا مسافة الشوط في 7 دقائق 20 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الرحمن بن صالح بوشريدة، والتهاني لصالح بن حمد بوشريدة، ولحمد بن صالح بوشريدة، ولأشقائه ومحبين هذا الشعار. المركز الثاني معير قطع المسافة في 7 دقائق 21 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. قدم عرض معير يشكر عليه. تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، سلام يا الجريان سلام. المركز الثالث وصل فيه الأسد قاطعا مسافة الشوط في 7 دقائق 24 ثانية، 1 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك الأسد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وسلام يا المعيذر سلام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.